تصدق بإيه؟ والله العظيم النصيحة اللي أنا قولها لك النهاردة مش بس هتخليك تنطق بشكل أسرع وأسهل، أنت كمان هتسمع بطريقة أفضل لما حد يتحدث معاك بالإنجليزية. شايف الكلمات اللي ظهرت ديت؟ he, him, his, her, we, had، ما أكثرهم في اللغة الإنجليزية. دي ضماير وفعل أساسي فبيحصلوا كتير جدا، ومع ذلك في 95% من المحادثات والمواقف لما بيتم استخدامهم الـ H ما بتتنطقش. طب ما تيجي نفهم الموضوع وننطق كده مع بعض بسرعة بطريقة سهلة، ناخد كل واحدة فيهم مع أمثلة أنا كاتبها عشان نعرف الموضوع. الموضوع بسيط جدا. تعال بقى نبتدي مع أول جملة. شايف الجملة اللي طلعت دي؟ لو أنا هقولها بالراحة بالطريقة التقليدية هقول who is he. طيب نشيل ال H زي ما اتفقنا، بسرعة تبقى ايه؟ who is he، who is he، who is he، is he. اوكي، مثال تاني، I think that he needs more time. ده بالراحة. طب عاوز اقولها بسرعة، I think that he needs more time، I think that he needs، that he، that he needs more time. دي he. him نفس النظام، هنختصرها ونشيل ال H. بدل ما اقول انا قتلته I killed him، هقول I killed him، I killed him، I killed him. مثال تاني، عاوز اقول مثلا انا خايف منه، I'm afraid of him، I'm afraid of him، I'm afraid of him. اوكي، بدل ما اقول I'm afraid of him. نخش على her. مثلا her احنا عارفين ان her ممكن تستخدم ك مفعول وممكن تستخدم كصفة ملكية. كمفعول مثلا عاوز اقول لك اديها الشنطة، لو انا هنطق بالراحة هقول give her the bag. طب بسرعة، give her the bag، شيل ال H برضو، give her the bag، give her the bag، give her the bag. مثال تاني وهي صفة ملكية، عاوز اقول انا اخذت فلوسها، فهقول I took her money، ولا بسرعة I took her money، I took her money. بص، I took her money موضوع مهم جدا، بدل ما تقول I took her money قول I took her money. نخش بعد كده على his. اوكي، his اول مثال معانا، this is a photo with his team، ولا this is a photo with his team، with his، with his team. ال H مش موجودة، with his team، this is a photo with his team. مثال تاني، أنا سرقت عربيته، ها بالراحة I stole his car. بسرعة شيل ال H، I stole his car، I stole his car، I stole his car. آخر واحدة معانا وهي had. had ممكن كمان نشيل ال H، أنا عارف إنك معرفتش المعلومة دي قبل كده. مثلا بالراحة هقول I've never had time before. طب بسرعة I've never had time before، وبتحصل كتير قوي في الافلام. I've never had time before، بدل ما تقول I've never had time before، شيل ال H برضه. I've never had time before. نفس النظام، مثلا مثال تاني، عاوز اقول تليفوني كان فيه مشكلة، my phone had a problem. بسرعة، my phone had a problem، my phone، my phone had a problem، my phone had a problem، بدل ما اقول had. اوكي، عندنا كمان في حاجة بقى في هو، بس دي هشرحها في فيديو تاني. لو الفيديو عجبك ساعدني بانك تسيب تعليق وتعمل شير ولايك عشان اكمل فيه الفيديوهات الحلوة والنصايح الجميلة. Thank you and wish you all the best. سلام.